وزارة العدل قرابة 3 سنوات. كيف خرجت من وزارة العدل؟ خرجت من وزارة العدل بعد استقالة قدمتها لأنني لم أقبل اعتقال مواطن خارج الإطار القضائي. Il a été décidé à l'époque de créer des centres d'internement au nord du pays, au nombre de 3, pour interner 2000 personnes. On a refusé qu'ils soient traduits devant la justice. واش درت؟ قدمت استقالتي، قلت انا ضد الاعتقال الاداري وضد المحتشدات، واللي يجي في الجزائر المستقله يحب يدير محتشدات للشعب انا ما نجلسش معاه. سي سكو جي في جي كيتي لا فونكسيون دو مينيستر دو لا جوستيس. شوف كيف خرجت من وزاره العدل 99، كنت في الانتخابات تاع 99 مدير حمله، وتقلت مسؤوليه تاع مدير ديوان، وتقلت مسؤولية تاع رئيس حكومة فيما بعد. كيف خرجت من الحكومة؟ أنا ما خرجتش على قباض قال كيف نقسموا القطوة. أنا خرجت ما بغيتش الحوكمة، لا غوفرنونس نيتي با جون غوفرنونس. أون فولي برادي لي زيدروكاربور، جي دي نو في الوقت نتاعي كرئيس حكومة، عمري ما فات القانون تاع المحروقات. ثالثا انا بغيت استقلاليه العداله انا ذاك. قال لك لا، لو جوج اوبيا ليكزيكوتيف، اي بيان جي كيتي بور سي تروا ريزون لو غوفرنمون.